أشرف وزير المجاهدين الطيب زيتوني على المراسم الرسمية للذكرى 58 ليوم الهجرة الموافق 17 من شهر أكتوبر بولاية شلف. كما تفقد الوزير المجاهد كفاف معمر المدعو رشيد وهو معطوب حربه، ليشرف بعدها الوزير على فعاليات الندوة التاريخية والمعرض المقام بدار الثقافة بشلف. وفي لقائه بالصحافة قال الوزير طيب زيتوني بشأن ملف الذاكرة، فرنسا لا تود معالجته، وأنه لم يلتمس أي إرادة حقيقية رغم التصريحات التي تدلي بها فرنسا. هذه الملفات صراحة لا توجد إرادة صادقة وواضحة، ومما توحي بأن هناك سيكون حد بالنسبة لهذه الملفات رغم التصريحات. سئمنا من التصريحات أن ننتظر من الجانب الفرنسي البدء فورا بالنسبة لحل هذه المشكلة، وهذه الملفات المطروحة هي التي تغذي العلاقات بين الجزائر الفرنسي. إذا سويت هذه الملفات فأنا أقول لكم باللي ستكون العلاقات طبيعية، فإن لم تسوى لن تكون هناك علاقات طبيعية. وتبقى أحداث أكتوبر هي من أسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، بل أنها سميت بجرائم دولة.